أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. وصلنا لفقرتنا الحوارية ورح نحكي اليوم موضوع كتير مهم، والتربية. تربية الأبناء هي عملية مش سهلة أبدا. ما حدا يعني ممكن يحكي إنه التربية إشي سهل أو إشي سلس، أو إنه ما شاء الله يعني هو متفوق بتربية أبنائه. هل يا ترى نحن بنربي أبنائنا بطريقة صحيحة؟ يعني إذا كل واحد قاعد يفكر أنا عم بربي ولادي صح ولا في عندي أخطاء بالتربية؟ هل أنا بربيهم ولا برعاهم؟ شو الفرق بين التربية والرعاية؟ أكيد في فرق كتير كبير. هل يا ترى فعلا الأخطاء اللي بنرتكبها بالتربية عارفين ومدركين هنا إنها أخطاء ولا لا؟ هل نحن بنربي أبنائنا زي ما ربونا أهلنا؟ موضوع بصراحة كتير حلو، إذا قعدنا نفكر فيه رح نقعد هيك نحاسب أنفسنا ونقول يا ترى وين الصح وين الغلط بتربية أبنائنا؟ هل نحن نربي أبنائنا على الطريق الصحيح؟ موضوعنا لليوم وضيفة حوارنا الأستاذة أمل أبو عجمية، مختصة في الإرشاد والصحة النفسية. أهلا وسهلا فيك أستاذة أمل. أهلا بحضرتك، نورتينا وشرفتينا، وإن شاء الله يا ربي دايما بيتك عامر. شكرا لك، سعيدة باستضافتكم. يعني فعلا هل نحن غالبا نربي أبنائنا، هيك نبلش بسؤال عام، على النهج الصحيح؟ هلأ بداية خلينا نحكي عن التربية. التربية كمفهوم هي مش بس كلمة تقال، هي موضوع صعب ومعقد، يحتاج إلى ناس أو لأشخاص يقومون فيه بعدة جوانب لأنه كتير كبير وبدك تدخلي فيه بتفاصيل كبيرة. هلأ أنا أجي أحكي لك أنه إحنا بننشئ على الصح أو الخطأ. هلأ ما في مقياس أنا بمشي عليه إيش الصح وإيش الخطأ، لأنه أكيد العادات والتقاليد والقيم والديانات مختلفة بين الأشخاص. فاللي أنا بشوفه في التربية صحيح قد لا أتفق معك فيه. يمكن أنا مثلا في عندي ضوابط في بيتي إن أنا مثلا ممنوع ابني يحمل الصحن ويطلع يقعد مثلا على الكنباية يأكل أكل، أنا بعتبره هذا من سوء التربية مثلا قدام الناس. في أشخاص آخرين بقول لا هو نوع من الحرية، وإنه ما عم بيأذي حدا وما عم بيسيء لحدا، فهو الموضوع خلاص تمام يمشي عليه بهذه الطريقة. فإحنا ما بنقدر نعطي تعريف للتربية إنه إيش الصح وإيش الخطأ، نقدر نحدد مثلا تعال 1 2 3 هدول امشي عليهم صح، 1 2 3 هدول عليهم غلط. لا أكيد لا، بدنا نراعي كتير عوامل وكتير متغيرات، بس بدنا ندرك إنه كل ما اتسعت البيئة اللي فيها التربية بتصير أعقد وأكتر. ليش؟ لأنه بتختلف الآراء، بتختلف العادات، وبتختلف السلوكيات الموجودة اتسعت فيها. اتسعت وين؟ بنفس البيت أو بنفس العائلة؟ نعم. اتسعت بنفس العائلة، ممكن يكون الأم والأب والأبناء فقط يعني معزولين، أو بيكونوا في عائلة يعني إما تكون أسرة صغيرة أو أسرة ممتدة. نعم. أكيد بتفرق لما يكون الجد بتدخل، العم بتدخل، الخال بتدخل، كل حدا بيعطي للابن أوردر مختلف عن الأوردر اللي متفق عليه مع الأم والأب، أكيد راح الطفل يصير فيه عنده تضارب إيش الصح وإيش الخلط. غالبا بيميلوا للإشي اللي هم بدهم إياه الأطفال. يعني مثلا تيتا حكت شغلة سهلت فيها بعكس القانون اللي حكته ماما، فأنا بميل للحدا اللي بيعطيني الأوردر اللي أنا بميل له. فبالتالي كل ما كانت التربية زي ما حكيت لك أوسع في نطاق البيئة أوسع، كل ما صارت أصعب، بتكون معقدة أكثر. نعم. طب هل يا ترى نحن بنربي أبنائنا زي ما آبائنا ربونا؟ يعني بننقل نفس القواعد ونفس الأنظمة بطريقة يمكن لا شعورية؟ هلأ في بعض الأحيان إحنا ممكن نقول إنه البنت وهي صغيرة لما تكبر بتصير أمها بدون ما تشعر، لأنه هي أصلاً نمط التنشئة. من المهم إنه إحنا نراعي إنه إحنا نكون قدوة حسنة لأبنائنا. ليه؟ لأنه إحنا عم نعطيهم صورة، هاي الصورة رح ينقلوها هم مستقبلاً لبيئتهم، لأسرتهم، لأبنائهم. نعم. فبالتالي دائماً بنقول إنه الأم والأب بيعطوا أفضل صورة لديهم للأبناء. هلأ في بعض الأحيان تختلف أنماط التنشئة، ممكن في بعض الأشخاص يقول لك أنا الإشي اللي تربيت عليه حابب أربي أبنائي عليه، وفي ناس بيقول لك لا أنا الإشي اللي أنا تربيت عليه أنا مش حابب أنقله، أنا حابب أراعي البيئة اللي إحنا هلأ فيها نظراً للمتغيرات العظيمة اللي إحنا هلأ عم نشوفها. يعني بالأجيال بطلت يعني بسنة وسنتين صرت تفرقي بالتقدم التكنولوجي اللي عم بيصير والانفتاح الكبير والمعتقدات الدخيلة على مجتمعنا وعاداتنا، صارت تتطلب منا إحنا وسائل تربية مختلفة تماماً عن الوسائل اللي إحنا تربينا عليها في السابق. نعم. طب أحياناً البعض يخلط أو حتى المعظم للأسف إنه بين الرعاية والتربية. نعم. يعني بتيجي الأم بتقول أنا عم بطبخ وبنظف وبنيم وبدرس وكل هاي التفاصيل. نعم. و يعني يصبح هناك خلط بين مفهوم الرعاية للأبناء وتربيتهم، هي التربية الحقيقية.
خلينا نوضح شو. لو انا اجي بدي اوضح لك اياهم، بدنا نفترض ان التربيه هي المفهوم الكبير والرعايه هي جزء صغير من التربيه. نعم. هلا الرعايه هي اني انا اقدم لابني متطلبات الحياه لحتى يعيش، يعني الاكل، الشرب، الاهتمام بنظافته، رعايه لما يكون بيبي ولا يكبر، هاي الاشياء اللي انا حاف يكون في بيئه نظيفه، يكون اواعيه مرتبه، مظهره العام لائق، هاي هي الاشياء الرعايه. من المهم اني انا احكي لك انه قد ينوب عن الام اي حدا. يعني قد تكون في مربيه في البيت، قد يعني ممكن انا مثلا في دوامي اركن على امي لو سمحتي طعمي ابني مثلا صحن الغداء هذا اليوم في هاي الساعه، فالرعايه قد ينوب اي احد عن الام فيها. ممكن لا سمح الله اذا الام مش موجوده الخاله بتربي مثلا اذا الام توفت او شغله زي هيك، صح؟ فممكن الرعايه ينوب عنها حدا، هي اقل او هي ضمن التربيه، جزئيه من التربيه. نعم. المفهوم الكبير هو التربيه. هلا التربيه هي مسؤوليه الوالدين، ليه؟ لانه هي التربيه تقوم على زرع اسس في هذا الطفل يحملها وقيم واخلاقيات يتعامل فيها في حياته بشكل يعني اكبر واوسع، عرفتي علي؟ فهو الفرق بين التربيه والرعايه، انها الرعايه العنايه بالامور الفسيولوجيه اللي كيف حكى عنها هرم ماسلو، اشباع الحاجات. حكى لنا عن قاعده الهرم اللي هي الاكل والشرب والنوم والحاجه للامن، هاي الاشياء تندرج في مفهوم الرعايه. اما الحاجات الاخرى في التربيه تربيه قيم، بالاضافه لانه من المهم احكي لك انها التربيه هي سبب رئيسي في زرع الثقه في نفس الطفل منذ الصغر. فالتربية بتكون أساس في هذه الأشياء. طبعا احنا أكيد يعني ندرك تماما أنه التربية هي عملية تشاركية بين الأم والأب. خلينا هيك نمسك جزء جزء، يعني نيجي للأب، ما هي الجزئيات اللي فعلا الأب لابد أنه يكون هو ماسكها بالتربية والأم ماسكة جزئية أخرى؟ خلينا نبلش بالأب الأول، أنه أيها الأب الكريم عليك 1 2 3 4. نعم. هلا بدي احكي لك مقدمه صغيره، انه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسولنا حكى لنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هلا سواء الاب في مكانه هو راع والام في مكانها هي راعي، طبعا لباقي الحديث انه حتى الاشياء الثانيه. هلا الاب في عليه اشياء بحكم الشرع، يعني هو مسؤول عن الانفاق على هدول الابناء، عن تامين مستوى حياه كريمه لهدول الابناء وللزوجه في هذا البيت. يعني دائما المطلوب المتطلب او الشرع حدد انه الاب هو المسؤول عن هاي الاسره، هو مسؤول عن اعالتها، عن انه يطلع يشتغل ويجيب لهم الاكل والشرب والحاجات المتطلبات هاي، مسؤول عن تعليمهم، عن انه يدفعهم لتكونوا افضل. فهي المسؤوليات غالبا هلا قد تكون فيها الزوجه شريكه ولكن هي مختاره. يعني الحدا المسؤول عنها بشكل رئيسي هو الأب، تأمين متطلبات الحياة، بالإضافة لأنه توجيه الأبناء. هلا غالبا الذكور والإناث بصير لما بلشوا يدخلوا في عمر النضج بيكون دور الأب في توجيه الأبناء الذكور خاصة أكبر، لأنه بيكون زي بتقولي دور القيادة. أنا عم بعلم ابني أدوار قيادية، عم بخلي أنا بكون قدوته، عم بعلمه كيف يستلم زمام الأمور، بدي أركن عليه أحمل المسؤولية، بدي أركن عليه في بعض المهمات اللي يقوم فيها بالنيابة عني في حال غيابي عن هذا البيت. فهي الأمور كلياتها أكيد رجل لرجل، تحتاج أنك أنت تبني رجل بدك تعلمه هاي القيم والأخلاقيات المهمة، إنه هو يأخذه بإيده يدمجه بالمجتمع. نعم. يأخذه يمكن أكيد. على الجهات 100%. على العزوات. صح. ابن القيم في أحد كتبه بيقول لك إنه الآباء مسؤوليتهم الرئيسية العناية بالأبناء. فإذا أنت ما اعتنيت بابنك وهو صغير، يعني أنت ما قدمت له المنفعة أو ما نفعته، لما بيكبر فهو كمان ما رح ينفعك. فهي سبحان الله طبعا. عملية تبادلية. قديش أنا بقدم لابني أنا بالآخر رح ألاقي منه. هلا إحنا ما بنسعى لأنه إحنا نلاقي منهم، ولكن أكيد أنا بفتخر بابني لما أحسه مسؤول، لما أحسه قيادي، لما أحسه عم بيقوم بالمهمات على أكمل وجه. لما بحسه تزوج امرأة صانها واحترمها وقدرها وكان مسؤول وقادر إنه يوفر الحاجات لأسرته. هذا بالنسبة للأب. تحبين بالنسبة للأم؟ أكيد بدنا ننتقل لشق الأم. نعم. وهي شو الجزء اللي هي مسؤولة فيه التربية؟ نعم. وليست الرعاية. نعم. هلأ الدور الرئيسي للأم هي تلبية الحاجة. هلأ في عنا في علم الطفولة أول ما ينولد الطفل أهم حاجة يجب تلبيتها لهذا الطفل هي الحضن، الحنية، الرعاية. هذا القرب من الأم بيكون حاجات نفسية عند الطفل منذ أول لحظة فيها الولد ونحط على حضن أمه. هاي التواصل بين الأم والطفل بهاي المرحلة بيبني عنده حاجات نفسية يتم إشباعها. هلأ في عندي الأطفال اللي ما بتعرض لهذا النمط من التنشئة مع الأم وقديش هو في علاقة حميمية منها، بصير عندهم متلازمة اسمها متلازمة الحرمان الأمي. هاي المتلازمة بتحس إنه الطفل لما ببلش يكبر في إشي فائده،
لا هو قادر يعبر عن مشاعره ولا حتى قادر انه يتواصل مع الاخرين. بتحسي حتى على وجهه بتحسي فيه علامات حزن، بس انت متوفر له كل شيء. بس هذه يعني يجب الامهات لا تغفل عن اهميه الحضن، اهميه الرعايه، اهميه التواصل مع الابناء. بتحسي احيانا الام حتى للذكور وللاناث بتكون هي الملجا، هي المأوى، هي الصدر الحنين، هي اللي بتطبطب عليهم. فبتهيأ لي هذا الدور بتقوم فيه الأم، زي ما تقولي في واحد بشد واحد برخي. فغالبا الأم معروف عنها أنه هي الحنونة، هي اللي بتقدم هاي الرعاية للأبناء. لكن برضو لابد أنه الأب يعني أكيد يحتضن، خصوصا أكيد أنه يعني هو يغيب فترة طويلة عن البيت، فإنه بيحتاجوا أبنائه منه يشعروا بعطف أبوهم، حنانه، ضمتهم. هلأ هذا الحكي أكيد، بس إذا إحنا حاولنا نفصل، هلأ هي التربية تربية تشاركية. أكيد أنا ما بقدر أحكي لك دور الأب واحد اثنين ثلاثة ودور الأم، ولكن أنا أعطيتك زي ما تقولي الإشي الرئيسي اللي ممكن أنا أخده من الأب، اللي هي الرعاية والقوامة والإنفاق، والأم هي الحنان ومصدر الرعاية للأبناء. هدول يعني هذا الإشي اللي بيختص فيه 100% بيكون هذا بيور إله. بس ما بيمنع إنه ممكن هلأ حنا الأمهات معاملات، هي بتشارك بجزء مثلا من المصروف البيت، هي لو احتاجت شغلة تشتريها صح؟ هي مش مفروضة عليها ولكن اختياري قامت فيها. ولكن حتى الأب لو إنه حضن أبنائه وسمعهم أصلا هذا إشي أساسي. هلأ رح نحكيه يمكن لقدام إنه الأب واجبه إنه يستمع لأبنائه ويحاورهم ويكتشف المهارات الموجودة عندهم، يكتشف أفكارهم، يعرف هم وين ماشيين، إيش الطريق اللي هم أو إيش اللي حطهم بموقف، واختبر. يعني زي ما تقولي أنا عم بعطيك بين صح وخطأ، فرجيني إيش الإجابة لو أنا حطيتك بهذا الموقف، أنت شو رح تتصرف؟ هاي الحواريات أكيد مهمة بين الأهالي. بتشغل مدارك الطفل. نعم. وبتفهمي أنت وين ابنك. هل أنت قدمتي له الرعاية الصحيحة؟ هل هو استطاع أو امتلك أسلوب حل المشكلات لما نحط في موقف إنه قدر يكون قد المسؤولية ويتحمل؟ وإيش الخيار تبعه؟ هل كان الخيار يتجه إلى الخير ولا كان الخيار عكس ذلك؟ نعم. طب ما هي الأسس اللي فعلا لازم الأب والأم يعني دائما يضعوها في سلم أولوياتهم لحتى تكون التربية تربية صحيحة؟ نعم. هلأ الأمور اللي تبنى عليها التربية، أهم إشي يراعوه الآباء والأمهات إنه هم يحاولوا يعملوا موازنة ما بين البعد الروحي والبعد المادي. كيف يعني؟ يعني أنا أكيد لما بدي أربي ابني ما بدي أرجح جانب على آخر، بدي أنا أعلمه على العلاقة بربه، العلاقة بخالقه، إنه رب العالمين شايفك، أزرع في قيم الصبر والصدق والمثابرة والنجاح وعدم الخيانة وعدم إفشاء الأسرار. هاي كلياتها أمور قيم ديننا علمنا إياها، وهي أصلاً موجودة بكل المجتمعات البشرية. حتى يعني الدين الإسلامي الحمد لله إننا نحن مسلمين، ولكن حتى بالمجتمعات البشرية جميعها تعترف بأن الصدق والإخلاص والرعاية والمحبة هي كلياتها قيم سامية. فأنا بدي أعلم ابني على القواعد الروحية هاي، إنها هي موجودة بالحياة وكيف أنا أربيه عليها، بالإضافة إن أنا راعي الحاجات المادية وعلاقاته مع الأشخاص، كيف يتواصل، كيف يتعامل معهم، كيف يراعي الآخر، كيف يحترم الكبير، كيف يعطف على الصغير. هاي أمور كلها في جانب الحياة العادية تبعته، في علاقاته مع الآخرين وفي علاقته مع ربه، أيضا في علاقته مع نفسه، كيف هو يحترم ذاته، كيف هو يقوم سلوكه، كيف يدرك أو يعرف يميز بين الصح والخطأ. هاي كلها أمور يجب إنهم يراعوها الآباء والأمهات. طب نحن إذا بدنا نعمل تيست لتربيتنا، يعني مثلا أنا أجي أقعد أفكر، أو السادة المشاهدين اللي بيتابعونا، هل يا ترى فعلا أنا بربي أولادي صح ولا عندي أخطاء؟ كيف بقدر أعمل تيست لحالي لتربيتي لأبنائي؟ هلا أنت بدك تاخدي القواعد العامة. إحنا دايما منراعي مش بس إحنا شو بدنا، إحنا منراعي برضو سياق المجتمع اللي إحنا عايشين فيه. هلا السلوك الخاطئ بده نحكم عليه إنه خاطئ في مجموعة من المعايير، أحد هاي المعايير المعيار الاجتماعي، ولكن يعني السلوك الخاطئ الذي يعني يصدر عن الأبناء نرده إلى تربيتنا، يعني نقول إنه نحن شو خطأنا هون بالتربية حتى ابن تصرف بهذا الشكل. نعم نعم. هلأ مش بالضرورة يكون إحنا خطأنا في التربية، يعني مش إحنا ممكن ماشيين صح، ولكن الطفل بنمو وبكبر. يعني هلأ لو أنا إجا ابني وفي مدخلات، في مدخلات أخرى. نعم، في مدخلات ومغريات كثيرة. بس أنا لو أنا ابني إجا ضرب زميله بالصف، هل أنا ربيته على أنه يضرب زميله؟ ولكن هي ممكن ردة فعل صدرت منه عفوية. هلأ أنا علاجي لهاي المشكلة هي اللي بتخلي هذا السلوك يصير متأصل في ابني ويحمله معاه للكبر، وإما أنه هو بيجي بعالج هذا الموقف بطريقة أنا تربيتي إله. هون التربية، ما أصلا التربية لازم الابن يخطأ وأنا أوجه. يعني أنا ما رح يجي ابني هو 100% سلوكاته كلها 100% صحيحة، كيف رح يتعلم؟ أكيد فهو طبعا لازم يخطأ وأنا أوجه. ما هي التربية توجيه. يعني ممكن يأخذ براية زميله،
هو مش مفهوم انه سرقه، يعني هو مو عارف انه هو شافها عجبته واستحلاها واخذها. هيك الاطفال يعني سن البراءه، ولكن توجيهي انا في هاي اللحظه، ماما انا فتحت شنطتك ولقيت هاي البرايه معك، هي مش الك، لانه الام لازم تكون متابعه. يعني انت بدك تعرفي ابنك ايش الاشياء اللي له، ايش الاشياء اللي مش له، ايش اللبس تبعه، ايش اللبس مش تبعه، عشان تعرفي تحددي انه هذا ابني ماشي في الطريق الصح او ماشي في الطريق الخطا او بياخذ اغراض غيره. بمسك هاي البرايه مثلا، يا ماما هاي البرايه مش من ممتلكاتك، من وين جبتها؟ طبعا علاقه الثقه بين الام والطفل اللي مبنيه على الحنيه والرعايه زي ما انا حكيت لك قبل، تسمح للطفل انه يحكي ماما انا شفتها عند زميلي وعجبتني واخذتها. لا يا ماما هذا الموضوع ما بيصير، انت يجب انك تستاذن، او انك يا ماما لما يعجبك شيء خبرني وانا بجيب لك زيه. من فضلك بكره لما تروح ترجع على المدرسه تعطيها لزميلك وبتعتذر، بتقول له انا اخذتها لاني حبيتها فرجيتها لماما عشان تشتري زي، بس خليه يحكي الصدق كمان. يعني ما يحكي له ان انا اخذتها بالغلط، لا يحكي الصدق لزميله. ممكن في هاي اللحظه تستعيني في مربيه الصف، يعني ترفعي تليفون عليها، صار 1 2 3 وانا عالج. صراحه صدقا هي صارت معي شخصيا مع ابني وهو صغير، كان لما كانوا يلعبوا بالروضه استحلى الليجو فروح معاه بالشنطه في مجموعه قطع من الليجو. لما فتحت الشنطه بقول له هدول من وين؟ اللي هو بقول لي انا حبيتهم لعبت فيهم بالروضه والمعلمه قالت العبوا فيهم. فهو فكر المعلمه قالت العبوا فيهم يعني انه عادي اخذهم. نعم. فقلت له لا هدول مكانهم بالروضه، فانت بكره بتاخذهم بتروح تعطيهم للمس وبتحطهم بالروضه. وصدقا رنت على المعلمه وخبرتها القصه ورجعهم، ومن يوميها ما كرر السلوك. حلو. عرف انه هاي الاشياء لازم تضلها هي ملكيه للروضه، وفي اشياء ملكيه للبيت. هلا لازم يخطأ عشان انا اعدل. طبعا الاخطاء الصغيره اللي ببني عليها قيم من هو صغير من الطبيعي لما بكبر لعمر الادراك بصير قادر يميز الصح من الخطا. ولو اخطا برضه في اسلوب الحوار والنقاش وفهم وسمح له بالتعبير اكبر مشكله بتنحل، ولكن اني انا انبذه اسيء له سواء كانت اساءه نفسيه او اساءه جسديه اني انا اضرب، هاي كلياتها راح تعود بعواقب وخيمه على الاباء وبالتالي على المجتمع. انت بتشوفي الحالات اللي مثلا المعنفين اللي ما بيلاقوا صدر حنون لا من الاب ولا من الام، بالاخر بصير يعني ملجأهم هي تعود الى رده فعل الاهل. يعني لما فعلا الطفل يخطا، نحن مرات بنتوقع انه اطفالنا ملائكه ومربينهم وتعبانين عليهم فالا ما الطفل يصدر منه تصرف انه يمكن يزعل الاهل، لكن اكيد لديش لازم تكون رده الفعل الاهل طبيعيه جدا حسب تصرف هذا الطفل. بدنا نلخص بنقاط يعني حتى هيك نلملم موضوعنا بالنهاية. فعلا انه حتى انا اراقب تربيتي وتكون تربيتي سليمة، ما يكون فيها اخطاء تربوية، امشي بالطريق السليم، شو لازم اعمل كنقاط؟ هلا اهم اشي اني انا لا اسعى في تربيتي الى المثالية، انا مش مخلفة ملاك. اكيد. انا ابني قد يخطئ وقد يصيب، فانا في حالة الخطأ بدي اعاقب، بس عقاب على قدر السلوك. هلا اذا انا حسيت انه هذا العقاب حسب طبعا المرحله العمريه وحسب نوع السلوك اللي قام فيه الطفل، العقاب على قدر السلوك، والعقاب مش بالضرب. احنا في عندنا نوعين من العقاب، عقاب سلبي وعقاب ايجابي. العقاب الايجابي يفضل انه ما نلجأ له ابدا، له العقاب بالضرب. العقاب السلبي سحب مثير محبب. يعني انا ابني اليوم وعدته انه بدي اخذك تتغدى برا مثلا، هذا شغله هو بيحبها، معلش ماما انا اليوم ما راح اخذك تتغدى برا لانك انت قمت بواحد 2 3، ومن الضروري اني انا اوضح لابني ايش السلوك الخطا اللي تم عقابه عليه، لانه الابناء احيانا بكرر السلوك انه هو مو فاهم. انت بعدين فوريه العقاب، يعني اني انا اعاقب في نفس اللحظه اللي قام فيها بالسلوك، مش انا اجلها يومين بعدين اخبره. هذا كتير مهم أراعيه في التربية عشان يفهم إنه هذا السلوك خاطئ. لما يقوم بسلوك إيجابي من المهم إني أنا أعززه، حتى لو أنا بزقف له، لو أنا بمدحه، برافو عليك أحسنت، أنت اليوم كنت رائع، سلوكك الفلاني أسميه كان سلوك ممتاز وأنا بتمنى دايما إني أنا أشوفه. هلأ في بعض أنواع العقاب أو حدها بيكون التجاهل، إنه أنا إذا لقيت إنه هذا السلوك لا يستدعي إني أنا أعمل له فوكس زيادة عن اللزوم بتجاهله وبعزز السلوك الإيجابي، فلا شعورياً بصير السلوك الإيجابي يطفي السلوك السلبي ولا يكرر. نعم. بالإضافة لأنه مهم إنه يكون الأب يخصص وقت للأبناء، يعني مش كل الوقت بس عمل وشغل وبرا البيت، من المهم إنه الأب يجلس مع أبنائه يتحاورهم، يتحاور معاهم، يفهم أفكارهم، يعرف إيش هم حابين، إيش طموحاتهم المستقبلية، إيش توجهاتهم، يلعب معاهم، يشاركهم باللعب. هاي كتير أمور مهمة وبتبني إدراكات وراحة نفسية عند الأطفال بطريقة تنشئهم أطفال أسوياء بعيدين عن المشاكل والاضطرابات النفسية.
ايضا انه يكون الام والاب هم يمثلوا القدوه للابناء، لانه التعلم في بعض المراحل عند الاطفال الصغار هو بالنمذجه. صحيح. يعني انا كيف بشوف امي وابوي بيتعاملوا انا بالتالي بتعامل، حتى لما بيكون في ذكور واناث بتحسي اذا الاب والام يعني بتعاملوا مع بعض برحمه وود فالابناء بالبيت بتعاملوا مع بعض برحمه وود. اما الاب والام اذا في بيناتهم مشاحنات وهي امام الابناء فبالتالي بتحسي العلاقه سلبية. نعم. تنتقل الى الابناء يعني احنا بنلاحظ انه الابناء ينقلوا صورنا، فإحنا بدنا نأمن لهم بيئة آمنة لحتى ينشأوا فيها بأقل المشكلات ونكون أكثر قدرة على إدارتها بطريقة صحيحة. رائع، جميل جدا. يعني أنا بدي أقتبس منك أنه نحن لابد أنه فعلا نكون صور حسنة حتى نشوف أبنائنا بصورة حسنة، لأنه نحن دائما أكيد القدوة الأساسية. يعني بدي أشكرك أستاذة أمل أبو عجمية، يعطيك ألف عافية، وأنت مختصة في الإرشاد والصحة النفسية، وإن شاء الله دائما نكون على الطريق الصحيح بتربية يا رب. أبنائنا يا رب. يا رب يعطيك ألف عافية، نورتينا وشرفتينا وبيتك عامر. يعطيك ألف عافية، أشكرك. مشاهدينا الكرام، رح ننتقل لفقرة أكثر ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا، فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا.